آخر الأخبار، نجي للمفيد والمهم خصوصا في هذه الفترة اللي عايشينها وفي ظل الاحترازات الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا. بدأ قطاع التعليم الاعتماد على المنصات الأونلاين، وبدأت أيضا بعض القطاعات والشركات ممارسة أعمالها عن بعد لتقليل فرص انتقال الفيروس. أسلوب جديد للعمل ما تعودنا عليه، وفي نفس الوقت أسلوب جديد للتعليم، جديد على الطلاب والطالبات. فرح نعرف اليوم تفاصيله مع الخبير التقني أستاذ محمد ملياني اللي منورنا اليوم. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، حياكم. خلينا نبدأ في التعليم، اللي بدأوا يستخدموا التعليم عن بعد، كيف بتشوف التجربة للآن؟ حتى الآن التجربة ما تعتبر ناجحة 100% للأسف، يمكن لأنه كثير من الطلاب أو حتى المعلمين ما هم متعودين بشكل كبير على هذا المفهوم. يمكن واحدة من أهم النقاط اللي لازم يفهمها الطلاب اللي بدأوا أو حيبدأوا موضوع التعليم عن بعد خلال الفترة القادمة، إنه هذه ما هي إجازة، إنها هي فقط إجراء احترازي بحيث إنه الكل يكون متواجد في البيت، الكل جالس بيتعلم، حتى أهاليهم لازم يتعرفوا على هذا الشيء بحيث أنهم يكونوا أكثر رقابة على أبنائهم، أنه هذه هي فترة للتعليم وما يكون الموضوع فيها أنه يخرجوا إلى تجمعات أو مناسبات عائلية أو حتى الله عليك أستاذ محمد، هذا اللي بنحاول كل يوم أن نوصله للناس، خصوصا الطلاب والطالبات المأخذين إجازة. ترى يا جماعة هذه مو إجازة، هذه مو إجازة أبدا أنكم تخرجوا على الكورنيش ولا تروحوا تتمشوا أو تروحوا المولات أو تتجمعوا. بالنهاية هذه يعني الدولة بتقيم هذه الأنظمة وتنزل هذه القرارات عشان تحميكم، فلازم بنفس الوقت تساعدوها وتقعدوا في بيوتكم وتدرسوا، بس يتفرج على حلقة ساعة شباب بعد اختبارات وبعد دراسة، لا حد يتفرج. طب خلينا أستاذ محمد يتساءل من الجانب التقني، يعني هل في منصات معروفة لهذا النوع من التواصل ومتاحة للجميع أو هي منصات معينة؟ أغلب المنصات اللي موجودة منصات بتكون في الغالب مدفوعة بتتبناها وتشترك فيها الجامعات أو الجهات التعليمية، يمكن من أشهرها بلاك بورد. في عندنا منصات عربية زي نون أكاديمي وكلاسيرا، وفي بعض المنصات العربية سووا اتفاقيات مع بعض الشركات حتى من ضمنها مع مايكروسوفت انه وفروا الشيء هذا مجانا خلال الفترة القادمة للمدارس والجامعات اللي حابين انهم يشتركوا، بحيث انه يقدروا يشتركوا في هذه المنصات بشكل مجاني، بحيث انها تساعدهم على زيادة التعليم عن بعد خلال الفترة القادمة، وبحيث انها تتماشى حتى مع التوجهات الحالية اللي موجودة في الدولة. حلو، الآن بدأت منصات العمل عن بعد ومؤشرات العمل عن بعد، كيف نقدر نحن نبسط فكرة العمل عن بعد كتقنيات يمكن استخدامها للموظفين؟ تمام، في العديد من التقنيات اللي بتساعد على هذا الشيء، من ضمنها واحد من التطبيقات اسمه سلاك أو روكيت شات، هي بتسهل عملية التواصل الكتابي أو المحادثي ما بين الأشخاص بحيث أنهم يكونوا موجودين كلهم أونلاين في نفس الوقت. في نفس الوقت في جوجل ميت، زوم، جو تو ميتنج، كلها تطبيقات بتساعد بشكل كبير على الأونلاين ميتنج، بحيث أنه خلاص الأشخاص بيكونوا متواجدين في نفس الغرفة ويقدروا يشاركوا الشاشة ويقدروا يتبعوا كل الأشياء اللي بتصير. في أداة اسمها لوم، هذه مفيدة للتعليم أو حتى العمل عن بعد، أنه من الممكن تسجل الشاشة ويكون فيها شرح بشكل كامل على كل الخطوات والأشياء اللي بتصير، وبعدين يتم إرسالها للمستخدمين. فهذه أدوات، يعني أدوات كثيرة عندنا موجودة تساعد على عملية التواصل سواء كان كتابي أو حتى التواصل من خلال الصوت والصورة. يمكن الشيء المهم أنه لازم يكون في أنظمة وقوانين تفرضها الشركات على الموظفين من ناحية التواجد، من ناحية يعني الرد والتفاصيل. هذا اللي بسألك عليه فعلا، يعني فنيا كيف ممكن يسيطروا على الموظفين من حيث الدوام والأداء الوظيفي وفي نفس الوقت النتائج هي المهمة سواء القطاع الخاص أو الحكومة. يمكن نحن واحد من الأشياء اللي سويناها عندنا أنه فرضنا أشياء مثل أعطينا أفكار، يعني هي مزعجة شوية بس إنها مفيدة. واحدة من الأشياء إنه لازم ترد على أي استفسار يجيك خلال 30 دقيقة وقت الدوام. إذا تأخرت عن الرد أكثر من 30 دقيقة خلال وقت الدوام بدون ما تستأذن من مديرك المباشر وتعطيه خبر إنه أنت في عندك حاجة راح تسويها، راح يتم خصم، بحيث انه متاكد انه الكل يكون متواجد وقت الدوام بحيث انه يرد بالشكل السريع والمطلوب. وفي نفس الوقت مع نهايه اليوم الكل لازم يسجل الساعات اللي قضاها. في تولز اسمها كلوكيفاي، في تولز اسمها توجل،
تساعد على تسجيل الساعات بحيث انه يسجل الساعات هو فين قضاها وعلى اي مشروع. هذه مراقبة حتى وانتم في البيت ترى مراقبين يا جماعة. وفي نفس الوقت مع نهاية اليوم لازم يرسل تقرير بكل الأشياء اللي سواها. أي الفكرة فيها يمكن ما هي مراقبة بقدر ما إنه بنحاول يعني نوعي فيهم إنه هذه ما هي إجازة، هي 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 وقت دوام، لكن بالوضع الحالي بالإجراءات الحالية بحيث إنه نتأكد إنه الكل يكون متواجد ومداوم وبيؤدي عمله. أفضل هذه التطبيقات أو الأدوات اللي تستخدموها في هذا الشيء ايش هي عشان نوضحها للناس؟ نحن يعني واحده من اهم التطبيقات في التواصل الكتابي سلاك وروكت شات في مايكروسوفت تيم. بالنسبه للاجتماعات اونلاين بحيث انها تكون صوت وصوره في جوجل ميت، في زوم وبير ان، هذه كلها من افضل التطبيقات في التواصل الصوت والصوره. لمتابعه المهام في موندي، في جيرا، هذه برضو من اكثر التطبيقات اللي بنستخدمها. ولتسجيل الساعات في توجل وكلوكيفاي بتساعد بشكل كبير. حلو، علمناكم كل شيء. طيب السؤال المهم، هل كلها مجانيه ولا برسوم؟ في كثير من التطبيقات مجانيه، وفي كثير طبعا في بعضها مدفوع حسب العدد المستخدمين وحسب الاشخاص اللي يعني حسب الساعات. في بعض التطبيقات اعلنوا انه خلال الفتره القادمه الى شهر جون او جولاي انها حتكون مجانيه بحيث انهم بيساعدوا في ظل الازمه اللي موجوده. فتختلف من تطبيق الى اخر، بعضها بتكون مجانيه وبعضها بتكون مدفوعه. حلو، طب نرجع للتعليم عن بعد. كثير من الاباء والامهات بتكون عندها ممكن صعوبة في استخدام الكمبيوتر والدخول على المنصات، فهل في مثلا فيديوهات توضيحية لتطبيقات يقدر يدخلوا عليها الأهالي يتعلموا منها كيف بتكون طريقة التعلم عن بعد ولا لا؟ تقريبا معظم المنصات اللي موجودة بيكون في لها فيديوهات تشرح الآلية وتشرح كيف بالتفصيل كيف من الممكن انه يتم التعامل مع النظام. لكن هنا يجي دور كبير على خصوصا المدارس، يمكن الجامعات المفروض انه الابناء كبار خلاص شويه أيوه خلاص فاهمين الطريقه لكن المدارس المفترض انه كل المدارس تخطو هذه الخطوه ويعملوا دليل ارشادي للاباء قبل ما يعملوا الدليل الارشادي للطلاب بحيث انه الاباء يقدروا يستوعبوا بشكل كبير انه لا الابن او الابنه الان في هذا الوقت المفروض انهم يجلسوا على الجهاز الكمبيوتر ويبداوا يتعلموا ويبداوا يتابعوا دروس يبداوا يحلوا الواجبات. فهنا هذا في دور كبير حيكون على المدارس انهم يوعوا الاباء بفيديوهات تعليميه او حتى ملفات ارشاديه كيف انهم يستخدموا التطبيقات هذه. جميل جدا، شكرا لك استاذ محمد ملياني، والله فتنا كثير في الابلكيشن والتطبيقات هذه اللي ان شاء الله نساعد فيها الشركات والمؤسسات وايضا الطلاب والطالبات. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل ليه مفروض نجلس في البيت هذه الأسبوعين، لا تروحوا بعيد.